حضراتكم حلقة جديدة من برنامج هنا العاصمة. هنبدأ الحلقة مع حضراتكم زي ما تعودنا في هنا العاصمة، أهم الأخبار على كافة الأصعدة، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، وكمان اللي أخذت مساحات من المتابعة من قبل حضراتكم بتكون معانا، وبنحاول إن احنا نستوضحها مع القارئين للمشهد السياسي والاقتصادي، وكمان الأساتذة لو كان عندنا قضية مجتمعية أخذت حيز على السوشيال ميديا. هنبدأ بأول الأخبار السياسية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للعاصمة الصينية بكين النهاردة بعد انتهاء زيارته لمملكة البحرين، وطبعا ده ضمن جولة أسيوية بيقوم بها الرئيس بتشمل أيضا أوزبكستان. زيارة الرئيس الصين للصين هي الخامسة من نوعها، ولقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هي السادسة. استقبال رسمي كان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين. كان في استقبال الرئيس السيسي الرئيس الصيني. عقد الرئيسان مباحثات ثنائية وموسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيسان شهدا أيضا التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون على المستوى الاقتصادي والمستوى الفني. يعني فيما دائما بنتحدث عنه، واحدة من المشروعات الهامة اللي مرتبطة بعملية المرور ووسائل النقل، بما أنها واحدة أيضا من أبرز القضايا في مجتمعنا. الحقيقة النهاردة كان في مشروع هام جدا ضمن هذه الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها، وهي واحدة من المشروعات الخاصة بعملية الربط الكهربائي فنيا وماليا للربط ما بين العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان. وكان في اتفاقية منحة لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها القمر الصناعي المصري، بالإضافة كمان لاتفاقية إطارية لدعم المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مشروعات قناة السويس. من المقرر أنه يشارك الرئيس السيسي خلال زيارته للصين اللي بتستمر الأربعة أيام في منتدى الصين أفريقيا اللي بيحضره 20 من قادة الدول الأفريقية. السيد الرئيس قال أن مصر والصين بيحرصان على تعميق العلاقات فيما بينهما، خاصة في المجال الاقتصادي وفي المجال التجاري، وأكد أهمية الاستثمارات المباشرة ما بين البلدين. أشار إلى أنه الزيارة الحالية لبكين بتؤكد أيضا وبتبعث برسائل كثيرة تؤكد على عمق العلاقات ما بين مصر والصين. أعرب الرئيس الصيني كذلك عن خالص تهنئته للرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر، ورحب بزيارة الرئيس السيسي الحالية للصين، وقال أنها زيارة هتوفر الدفعة القوية للعلاقات ما بين البلدين. وأشاد كذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ باللي حققته مصر في السنوات الأخيرة في مسيرة الاستقرار ومسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى السلام الاجتماعي. جدير بالذكر أيضا أنه وسائل الإعلام الصينية تمت بهذه الزيارة، وذكرت أنه هناك محادثات موسعة كانت بين الرئيسين قبل انطلاق أيضا فعاليات هذه القمة. كان في اتفاقات على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين البلدين من أجل التنمية في مجالات مختلفة تعود بالنفع على مصر وعلى الصين. معنا للمزيد من المتابعة لهذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك يا أستاذ عماد. أستاذ عماد لو حضرتك سامعني يا فندم. طيب احنا فقدنا التواصل باستاذ عماد. يعني احب اقول انه الاعلام الصيني الحقيقه من ابرز ما ذكر حتى الان عن هذه الزياره بانه اكد ان ايمان مصر الراسخ بان مبادره الحزام والطريق ستخلق فرصا هائله للتعاون الثنائي وكذلك التعاون الدولي والاقليمي بيفتح مجالا واسعا للتعاون والتفاهم على كافه الاصعده ما بين الدولتين، وانه مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الافريقي في الدورة القادمة ستواصل دعم المبادرة والمشاركة فيها مع تعزيز التعاون ما بين أفريقيا والصين. الوكالات أيضا الصينية وتحديدا وكالة أنباء الصين الجديدة ذكرت أن الرئيس السيسي أشاد بموقف الصين العادل من قضايا المنطقة، وأنه أبدى استعداده التام لتعزيز التنسيق مع الصين في مجالات متعددة الأطراف. تواصلنا مرة أخرى مع الأستاذ عماد الدين حسين. بجدد التحية أستاذ عماد.
وأهمية أهلا بحضرتك وأهمية هذه الزيارة يعني في مجالات مختلفة الحقيقة تم الاتفاق على التعاون فيها. أبرز هذه المجالات في رأيك اللي بتنعكس بالإيجاب على مصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وكل السادة المشاهدين. أهلا بطبيعة الحال زيارة الرئيس للصين زيارة في غاية الأهمية. الصين واحدة من أهم الدول في العالم اقتصاديا، هي أكثر إنتاجا تقريبا أو الأكثر تصديرا، دورها تقريبا ما فيش بيت يعني لا تخلو منه سلعة صينية. التعاون المصري الصيني قديم، ومصر أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط اعترفت بثورة الصين أيام الرئيس جمال عبد الناصر. الثورة اللي قامت يعني سنة 49 لكن احنا اعترفنا بها أول الخمسينات، وبالتالي العلاقات متميزة وعلاقات جيدة بين البلدين. طبعا الزيارة جاية على هامش مؤتمر اللقاء الصيني الأفريقي، وده لقاء مهم جدا. كما يعلم كثيرون أيضا الصين هي الأكثر استثمارا في أفريقيا دلوقتي، زمان كانت أمريكا في فترة، بريطانيا، فرنسا، دلوقتي الصين هي التي تقود حركة الاستثمارات الرئيسية في أفريقيا وهي الأكثر حصولا على المواد الخام. الزيارة اللقاء النهاردة اللي حصل بين الرئيس مصر والرئيس الصيني تم فيه الاتفاق على مجموعة من الاتفاقات، المجموعة من مذكرات التفاهم أو الاتفاقات الإطارية، وطبعا جزء منها أساسي مثلا القطار المكهرب اللي هيتعمل في شرق القاهرة ناحية العاصمة الإدارية، الكهربائي اللي بيربط ما بين العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان. ومشروعات إنتاجية كثيرة جدا. الصين برضو لها جزء مهم في إقليم قناة السويس. الصين داخلة في مشروعات كثيرة جدا سواء بالتمويل أو التنمية أو الاستثمار، وهي استثمارات جزء منها حكومي وجزء قطاع خاص. الصورة على بعضها مبشرة لأنه الصين بتضخ حركة استثمارات حقيقية في وقت تتراجع فيه الاستثمارات الأوروبية في ظل الحرب التجارية اللي موجودة بين الولايات المتحدة وكل من الصين وأوروبا. تمام أستاذ عماد، يعني وكالات الأنباء الصينية كانت بتأكد أنه يعني هناك اتفاق على أهمية وموائمة مبادرة الحزام والطريق اللي اقترحها الرئيس الصيني برؤية مصر التنموية 2030. حضرتك شايف إزاي ممكن يكون في تعاون، خاصة وأن مصر يعني بتولي الصين في خطواتها أهمية كبيرة وبتؤكد على أن مصر بتساهم وتتعاون مع الصين في كافة الخطوات المستقبلية؟ طبعا كما يعلم الجميع مبادرة الحزام والطريق، الحزام اللي هي دي طريق الحرير القديم، الصين بتعيد تقديمها للعالم بشكل مختلف يتناسب مع التطورات الحديثه في التجاره العالميه. وكان لي شرف او يعني ان انا زرت بكين قبل حوالي عام ونصف واطلعنا عن قرب على تفاصيل هذه المبادره. من حسن حظنا ان قناه السويس ومصر بتلعب دور مهم جدا في هذا الطريق، لان هي بتقوم على تنميه حركه التجاره على مستوى العالم باكمله، وطبعا دور صيني اساسي. نحن يعني بقي لنا دور مهم جدا، وينبغي ان احنا نحافظ على هذا الدور ونستثمره لانه سيعود علينا بفوائد كثيره جدا. فكره قائمه على التجاره ويعني انسياب التجاره وتشجيع طرق التجاره والاستثمارات المشتركه وتوطين التكنولوجيا، دي النقطه المهمه جدا، انه احنا مش بس نكتفي ان احنا نبقى مستقبلين للاستثمارات وهو شيء مهم طبعا، لكن الاهم ان يكون لدينا استثمارات موطنه بحيث ان احنا نقدر ان مشروع بتعمله الصين النهارده في قناه السويس او كوريا الجنوبيه في بني سويف يتحول الى مشروع مصري لاحقا ويولد فرص عمل جديده. مواقف الصين يا أستاذ عماد من قضايا الشرق الأوسط، يعني كان في أيضا إشارة لهذه المواقف في تصريحات الرئيس السيسي في هذه الزيارة. نعم، كما برضو تابعنا الصين مواقف محترمة لحد كبير فيما يتعلق بقضايا المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو القضايا العربية عموما، كانت دعم للدول العربية في كل قضاياهم داخل مجلس الأمن وداخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن نقطة في غاية الأهمية، الصين كان الهدف الأساسي لها هو التنمية الداخلية، أنها تتحول إلى نمر اقتصادي او يعني كيان اقتصادي عملاق، وحققت ده.
وهي بتعمل ده لم يكن لديها اهتمام كبير او تركيز اكبر على فكره الزعامه، وتقول مواقف طيبه كثيره وتقول تصريحات لكن لا تدخل في صراعات. يعني نتذكر جميعا حينما قامت الولايات المتحده وبريطانيا بالغزو العراقي سنه 2003، الصين اعترضت وروسيا والصين يعني ابدت موقفها وسكتت، لا لان الهدف الصيني الاكبر كان في هذه المرحله هو النفاذ الى الاسواق العالميه، الحرص على التكنولوجيا الامريكيه، عدم الدخول في صراعات. وبالتالي علينا الا نتوقع من الصين اكثر من المواقف البلاغيه الطيبه فيما يتعلق بالقضايا. وهم الناس ما بيقولوش اكثر من كده، يعني هقول لحضرتك مثل بسيط، اذا كانت الصين لا تدخل في حرب مع الولايات المتحده من اجل تايوان وهي قطعه من الوطن الصيني، وتايوان الولايات المتحده تدعمها وتدعم حكومتها الانفصاليه، فهل نتوقع ان تتدخل للدفاع عن قضايا الشرق الاوسط؟ هي دوله تعرف ما تريد وتسير عليه في الطريق. قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين إفريقيا المقررة في الثالث والرابع من سبتمبر، يعني هذه القمة يا فندم إيه المتوقع من نتائجها، من إنجازاتها، من تعاون مثمر في الفترة القادمة؟ بص يا فندم، الصين طبيعة الحال تسعى إلى أن هي تحصل على المواد الخام الأفريقية بأقل الأسعار. أفريقيا كنز لكل الدول الكبرى أنها تحصل على المواد الخام بأقل الأسعار الممكنة. الدول الأفريقية تسعى إلى الحصول على استثمارات صينية. ما بين هذه الرغبة وتلك بتبقى حسب قدرة كل طرف على أن هو يحصل على. كيف يمكن للدول العربية الدول الأفريقية أن تقنع الصين بأن القضية ليست قضية مواد خام تحصل عليها بتراب الفلوس ثم تعيد تصديرها إلى هذه البلدان بأسعار مرتفعة جدا؟ أنا أظن أنه حان الوقت للدول الأفريقية أن تفكر في تفاوض جماعي مع الصين او مع القوى الكبرى جميعها من اجل فكره الاستثمار، توطين الاستثمارات والتنميه المستدامه. بشكر حضرتك استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق على هذه القراءه في زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الصين واللقاءات التي كانت مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال هذه الزياره للرئيس السيسي لبكين لعقد محادثات مع ايضا كبار المسؤولين الصينيين والمشاركه في قمه بكين 2018 منتدى التعاون الصين افريقيا المقرره في الثالث والرابع من شهر سبتمبر. شكرا لك أستاذ عماد. كان في أزمة الحقيقة خاصة بنقابة المحامين مع وزارة المالية، كانت الأزمة عن ضريبة المهن غير التجارية ومرتبطة بالقرار اللي أصدره الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيضا تابعنا يعني مواقف كتيرة خاصة بهذه الأزمة والجدل اللي أثير بسبب يعني نتيجة هذه الأزمة ونتيجة القرارات الخاصة بوزارة المالية. الأزمة انتهت النهاردة والقرار الخاص بوزارة المالية بيقضي بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن الغير التجارية المستحقة على المحامين على أن تكون الضريبة وفق نوع صحيفة الدعوة مع تخفيضها عما كانت عليه في السابق. القرار نص على أن تحصل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها وبجميع درجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري الضريبة المستحقة على المحامين، بيتم تحصيلها كالتالي: بطبعا جدول معين 15 جنيه على كل صحيفة دعوة أو طعن تقدم لمحاكم الدرجة الأولى، 25 جنيه على كل صحيفة دعوة أو طعن بتقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادل محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل صحيفة دعوة أو طعن بتقدم إلى محكمة النقد أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا، 15 جنيه على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري. ده الحقيقة الجدول اللي تم الأخذ به، والقرار نص على أن يتم التحصيل بهذه الطريقة. خلينا نفهم التفاصيل من الأستاذ أسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أكيد الصورة عنده أوضح. برحب بحضرتك يا أستاذ أسامة، يعني أنا حاولت يعني أطلع السادة المشاهدين سريعا على ما تم الوصول إليه في هذا القرار من بنود وكيفية التحصيل. ممكن أبدأ مع حضرتك بالهدف من تحصيل المبالغ بالطريقة اللي تم النص عليها؟
بمسأل حضرتك وعلى الساده المشاهدين. والحقيقه القرار ده حاجه مش جديده، ده قرار قديم من سنه 2005 لما صدر القانون 91 سنه 2005. كان وزير الماليه الاسبق الدكتور يوسف بطرس غالي كان اصدر قرار معاه بتحديد النسب الواجب الحصول عليها تحت الخصم تحت حساب الضريبه للمهن غير التجاريه. والقرار ده الحقيقه فضل ساري من سنه 2005 لحد القرار اللي عدله معالي وزير الماليه دكتور محمد معيط وصدر يوم 16/8. والقرار اللي ده اثار جدل كان النسب زي ما قلت لحضرتك كده في الجدول اللي انت قلتيه. كان بدل ال 15 كانت 20 وبدل ال 25 كانت 50 وال 100 زي ما هي. فالحقيقه بعد ما صدر القرار وحصل اللغط في المجتمع في الفتره اللي فاتت دي، معالي الوزير بناء على طلب من السيد سامع عاشور رقيب المحامين طلب مقابلته وتفضل بزيارتنا في الوزاره وقعد مع معالي الوزير، ومعالي الوزير شاف ان في سبيل الصالح العام مفيش غضاضه من انه يغير القرار ويعدله لو كان القرار هيعمل مشكله. وعلى فكره اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان كل الفلوس دي تحت حساب الضريبه، يعني المحامي لما بيتحاسب في نهايه السنه الضريبيه اي مبلغ هو دفعه من المبالغ اللي حضرتك قلت عليها دي محتاجه هو، دي مش الوزاره مش بتاخدها، المصلحه مش بتاخدها كده، ده من تحت حسابه، يعني اتخصم منه 100 200 1000 2000 ايا كان المبلغ، فبيتحسب الضريبه اللي عليه. يقولوا لو طلع عليه 1000 جنيه ضريبه وهو مخصوم منه 1000 يبقى كده ما علاوش حاجه، مخصوم منه 2000 بياخد الفرق، مخصوم منه 500 بيدفع الباقي. يعني هو كل ده تحت حساب الضريبه المستحقه على المحامي. طبعا الوزير الحقيقه يعني شاف ان الصالح العام مش هتفرق، هو كل دي مبالغ من تحت الحساب، فبالتالي المبلغ لو اتخفض شويه بالنسبه لاول درجه او الاستئناف مش هتاثر على الغرض منها، مش تعظيم موارد الخزانه. الخزانه ما بتدورش على تعظيم مواردها قد ما بتحاول تحل المشاكل. حضرتك عارفه ان في الفتره الاخرانيه دي صدر قانون 174 سنة 2018 ودي كانت مبادرة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالتجاوز عن كل غرامات التأخير والضريبة الإضافية على كل الممولين بيسدد الضريبة اللي عليه في خلال مدة معينة. الحكومة بتتنازل، الدولة بتتنازل عن الغرامات المحسوبة لها، فمش الغرض أبدا لا كفاية ولا تعظيم موارد، الغرض حل المشاكل. يعني هو واضح انه في انه الغرض حل المشاكل، يعني مصلحه الضرائب خلينا نقول انها مش تراجعت امام نقابه المحامين قد ما هي قدمت فرصه ومساحه للحديث وللتفاهم، وكان في مرونه واضحه في النهايه افضت لاتفاق ما بين الطرفين والازمه كده انتهت يا فندم. الصالح العام ما فيهوش تراجع يا فندم، احنا لما بنتكلم في الصالح العام فما فيش طرف بيقول رأي، ما فيش حاجه خاصه، يعني مش مصلحه شخصيه، يعني الصالح العام نقابه المحامين استجابت ومعالي الوزير استجاب لطلباتهم في حدود القانون وما يسمح به القانون. وزي ما قلت لحضرتك هو في الاول وفي الاخر المبالغ دي من تحت حساب الضريبه، يعني كل دي في حساب الممول، بالزياده او بالنقص دي في حساب الممول. يعني والحقيقه لما القانون صدر برضه كان يعني بعد الكلام اللي اتكتب ما كانش ليه صحه، يعني ما كانش ليه في الواقع صحه، يعني ان كده المحامين المعفيين كده هيتظلموا ويخضعوا للضريبه، مش يعني كان شويه كلام يتكتب كده. والحقيقه المصلحه طلعت تكذيب وردت على الكلام ده كله في حينه، واحنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك الصالح العام حل الازمه، واللي يهم في الاخر يعني ما فيش مشكله في المجتمع ان شاء الله. طيب هل في فئات اخرى استاذ اسامه غير المحامين موقفها لا زال معلقا ولا زي ما قلت لحضرتك المبالغ تمت التسويه فيها لجميع مهاراتيها حضرتك زي ما هرطيها حضرتك كده مبالغ مع زياده التضخم من سنه 2005 لحد النهارده المبالغ دي كانت 5 بقت 15 تمام، ال 10 بقت 25 يعني هي مبالغ كانت منخفضه اساسا، يعني وزي ما قلت لحضرتك برضه دي تحت الحساب، يعني دي زادت او نقصت فدي في حساب حضرتك كمهني، الفلوس دي في حسابه، المصلحه ما خدتهاش ولا الدوله خدتها. يعني هم شايفين من وجهه نظرهم ان المبالغ دي كانت عاليه عليهم، الوزاره استجابت، يعني ما فيش مشكله عندنا يعني. طيب دلوقتي المفروض ما فيش اي مشكلات موجوده، يعني ما فيش لسه اي شيء بيتم النظر ليه او بيتم التفاهم فيه؟ لا ده ما فيش مشكله، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزاره وبين نقابه المحامين ووزاره العدل للتحصيل، وبرضه عشان التكذيب بالعمل بالبروتوكول اللي كان سبق توقيعه عند صدور قانون الاحتمال المضاهر. ان شاء الله ما فيش اي مشكله، والوزاره بتحاول تحل مشاكلها مع كل الناس،
احنا لما اتعمل قانون فض المنازعات اتضاف له في التعديل الاولاني، ما كانش فيه ضريبه العقاريه، اضاف له الضريبه العقاريه في التعديل الاخير اللي تم بالقانون 174، اضاف له النزاعات اللي مع مصلحه الجمارك. فالوزاره بتمد ايديها، اي حد عنده مشكله هي عندها استعداد للحل. شكرا استاذ اسامه توكل مستشار وزير الماليه لشؤون الضرائب، شكرا لحضرتك معانا على التليفون نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور. برحب بحضرتك يا استاذ سامح. كده يعني اسدل الستار على هذه الازمه يا فندم بالوصول لنص القرار اللي قراناه منذ قليل. الحمد لله تقريبا الفصل قبل الاخير للحديث حوالين ضريبه الدخل على المحامين اللي انتهى الامر المتعلق بما هو تحت الحساب. احنا هنعمل نفتح حوار تاني حول ضريبه مقطوعه تنهي كل الازمات بين المحامين وبين مصلحه الضرائب فيما يتعلق بتحصيلها. يعني ايه ضريبه مقطوعه؟ يعني ايه يا فندم ضريبه مقطوعه؟ ايوه اتفضل. يعني تحصل الضريبه بشكل قطعي من المحامين عند قيد الدعوه او عند الاجراء القانوني بشكل نهائي وبتقدير نهائي يتفق عليه مع مصلحة الضرائب. الحقيقة ده اللي احنا بنستهدفه في المرحلة اللي جاية. بنستهدف تاني انهاء ايضا بعض الاشكاليات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة اللي الان بيعد مشروع لبروتوكول ثلاثي بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل الضريبة المقطوعة ضريبة القيمة المضافة من المنبع بواسطة المحاكم المختلفة أو خزائن المحاكم المختلفة، بحيث أنها تنهي أصلا أزمة توريد هذه المستحقات لصالح وزارة المالية. أعود إلى ما صدر من قرار اليوم وزير المالية. وزير المالية وأنا أحييه وأحييه أولا لأنه أمام شجاعة وزير فتح أفقه وفتح كل الأوراق وأعاد النظر في بعض النقاط الهامة التي رأى المحامين أنها تمثل تأرقة لهم وضيق، في استجابة حقيقة حميدة جدا بدأنا نصحح الأمر ونصوبه دون ما إخلال بحق المصلحة ولا حق وزارة المالية في استحقاقاتها الضريبية، وبين حق المحامين في ألا يتوجعوا من إجراءات لا تمثل أو لا تساوي قيمة ما يمكن أن يحصل فيها. فتم تعديل القرار السابق بأن تكون الحساب على أساس نوع الدعوة وليس على أساس درجة قيد المحامي. طيب اتفضل. هو إعادة النظر في فئات التحصيل. أيوة بمعنى كانت تمثل بقدر من المبالغة تم المراعاة أنها تحصل تحت الحساب وبالتالي لا ضرورة أصلا للمبالغة في تحصيلها. والحقيقة استجابة وزارة المالية استجابة احنا مشكورة، واحنا وانا كنت بسمع حوارك الان، القضيه هنا ليست فيها غالب ولا مغلوب، نحن جميعا نسعى لتحقيق المصلحه العامه، ليس فينا من يريد ان يغالب اي طرف، ولا اعتقد ان وزاره الماليه تريد ان تغالبنا، ولا نحن نسعد بان احنا نغالب احد، بالعكس وزاره الماليه مؤسسه وطنيه حقها في الضريبه حق مشروع ينظم الدستور وحق مشروع، ايضا حقنا احنا في التعامل معنا طبقا للقانون والدستور حق مشروع، التوفيق بيننا وبين التعارض المصالح الشكلي هو الذي جرى وانتهى بصدور القرار 404 من السيد وزير المالية. يعني هي دي نقطة مهمة احنا يمكن أكدنا عليها في الحوار مع أستاذ أسامة، أنه لم يحدث تراجع من قبل مصلحة الضرائب أمام نقابة المحامين قدر ما يعني تم وجود وعمل مساحة من التفاهم ومن الحوار للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف. بالضبط هو ده ما حدث، يعني لم يتراجع احد عن موقفه، ولكن كلانا اتفق على اعادة النظر في الموقف برمته سواء ما صدر عن وزارة المالية او ما صدر عن نقابة المحامين ايضا من قرارات. وتدخل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علشان يحدث عملية التوفيق كان تدخل ايضا حميد. الحقيقة ما ينفعش نتجاهل اسمه ولا دوره الوساطة وفي اللي انتهى إلى ما انتهينا إليه من إنجاز. شكرا أستاذ سامح عاشور نقيب المحامين على وجود حضرتك معنا وعلى التوضيح. إذا انتهت المشكلة بشكل نهائي بصدور قرار وزير المالية اليوم بتحصيل ضريبة المهن غير التجارية للمحامين.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الأستاذ عاطر حنورة بأن الشركة بتفتح باب التعاقد ابتداء من يوم الاثنين القادم بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بمساحات بلغت 100,000 فدان في منطقة غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وده في أول تطبيق لآليات النظام الجديد لتخصيص أراضي المشروع. وأوضح أيضا أنه مجلس إدارة الشركة استقر على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح على مساحات أراضي بقيمة سنوية قدرت ب1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة قدرت ب10% كل 3 سنوات، بحيث تكون أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان. أقر المجلس أن مدة حق الانتفاع بالأراضي المطروحة تصل حتى 25 سنة مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأراضي خلال سنة واحدة من تاريخ الاستلام. خلينا ناخد الموضوع بوجهة نظر أدق وبمعلومات أوفى مع الأستاذ عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد. برحب بحضرتك يا باشمهندس عاطر، وهبدأ مع حضرتك بقرار شركة تنمية الريف المصري بطرح أراضي بحق الانتفاع، لماذا هذا القرار الآن؟ ده الهدف الأساسي من هذا القرار هو تنويع طرق التعاقد مع الريف المصري. عشان احنا عندنا اراضي مطروحه لصغار المزارعين بابار، واراضي مطروحه لصغار المزارعين بدون ابار، وفي اراضي للمستثمرين. والجديد ان احنا بنعمل كمان اراضي بحق الانتفاع، لان في كثير مش من المستثمرين المصريين او الاجانب طلبوا مساحات بحق الانتفاع وما كانش فيه موجود حق الانتفاع في الوفاء الفتره اللي فاتت. لان الفتره اللي فاتت كانت التركيز اساسا على صغار المزارعين والشباب، ودول كنا بنجهز لهم ونطرح لهم اراضي اولا. لما بدات تاتي الطلبات عملنا دراسات الجدوى لهذا الامر وتم عرضها على بس لازال الاعداد من مجموعات صغار المزارعين والشباب الاستفاده مستمره مع الطرح الجديد اللي اعلنت عنه الشركه. ده احنا حضرتك عندنا حاليا طرح لصغار المزارعين والشباب جاري حاليا في اراضي المجرى واراضي المنيا بابار وبدون ابار، ينتهي مده التقدم والتعاقد عليها نهايه سبتمبر. بدأنا دلوقتي الحق الانتفاع، وحق الانتفاع فكرة مفتوح لصغار المزارعين وكبار المزارعين والمستثمرين والأجانب، مفتوح للكل. طيب شروط النظام الجديد يا فندم، شروط حق الانتفاع. حق الانتفاع مدته 25 سنة. أيوة. تكلفة حق الانتفاع أو مقابل حق الانتفاع هو 1000 جنيه. أيوة. سنوياً. تزاد بواقع 10% كل 3 سنوات، يعني 3 سنوات الأولى 1000 جنيه، 3 سنوات الثانية هتبقى 1100 جنيه وهكذا. من حقه إن هو حضرتك، بس كان في حاجة في الخبر للأسف يا ريت توضح لنا أو لو في أي تصحيح. ما توضحتش مظبوط. اتفضل يا ريت. احنا قلنا يا فندم أو حضرتك المكتب في الخبر وسيادتك تفضلت بيها. أيوة. ان حفر الابار والاستصلاح والزراعه في مده سنه. تمام. هي مدتها الحقيقيه ايه؟ هي سنه لحفر الابار بحد اقصى. تمام. ويستصلح ويزرع بحد سنتين الى 3 سنين طبقا للمساحه، يعني اللي هياخد 1000 فدان غير اللي هياخد 500 فدان غير اللي هياخد 5000 فدان. تمام، بشكرك على التصحيح. العفو يا فندم. اتفضل. وهو طبعا هيبقى المستفيد بحق الانتفاع يهمه جدا ان هو يبتدي يحفر ابار ويجهز ارضه عشان يبتدي يلحق الموسم الزراعي للسنه الموسم اللي بعديها واللي بعديها. فهيبقى يعني دايما المستثمر بيحسب كل قرش وبيحسب كل وقت اي فلوس اكيد هيدفعها، ويشوف كمان الناتج والعائد منها هيكون شكله ايه، والمناخ اساسا المحيط بعمليه الاستثمار ايضا ايجابي الى اي مدى. طرح الاراضي بحق الانتفاع نوع من التنويع لخيارات استصلاح اراضي المليون ونص فدان. تمام يا فندم، بحيث ان يبقى عندنا يعني ده الهدف الرئيسي يا فندم، ولا كان في يعني تراجع في الاقبال على قطع الاراضي؟
لا يا فندم، احنا عندنا المطلوب او الموجود حاليا كل انواع التعاقد، ايوه، علشان اقدر اخلي اكبر شريحه من الناس تقدر تستفيد بهذا المشروع. تمام. وبعدين هيبقى فيه قدام شويه تسهيلات اخرى وطرق ونظم جديده، يعني كل شويه بننوع علشان اقدر اوفي كل انواع الطلبات وكل المستفيدين. ممكن اخد من حضرتك ولو نسبه تقديريه عن يعني العقود اللي تم تسليمها فعلا، يعني ما تم انجازه فعلا؟ لا، الاحصائيات مش معايا، بس حضرتك انا عندي المغرى على سبيل المثال، دي منطقه فيها قرابه ال 280 الف فدان. أيوة. منطقه البحيره عندي حوالي 240 الف فدان. المساحات اللي فاضله لم يتم التعاقد عليها لا تتعدى ال 20 25 الف فدان او 30 الف فدان، يعني قرابه ال 210 الف فدان في منطقه المغرى. منطقه المنيا تم التعاقد على قرابه ال 30 الف فدان في غرب المنيا. أيوة. ومفتوح حاليا قرابه 60 الف فدان تحت التعاقد حاليا من صغار المزارعين. في بعض الشركات اللي استحدثنا من حوالي شهر شريحه جديده لصغار المستثمرين. تمام. اللي هي من 1000 الى 3000 فدان. ف ودي كان لها شروط مختلفه، وبالتالي بدات تعاقدات يعني شروط مختلفه عشان صغار تعاقدات. عشان صغار المستثمرين، صغار المستثمرين بنديهم عمليه تيسير او تيسير. او تسهيل للاجراءات. التغييرات الاقتصاديه اللي حصلت، ارتفاع سعر ال 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 التجهيزات والمعدات بالذات المستوردة منها، كان لازم نتماشى مع الناس علشان نقدر نسهل عليهم الامر، لان يعني الهدف الاساسي عندنا ان الارض تتجهز وتتزرع. ده الهدف الاساسي للشركه. وبالتالي كل ما بيحصل اي تغييرات اقتصاديه الشركه بتتواكب مع هذا وتحاول نسهل ونيسر على الناس. قطع الاراضي المطروحه يا فندم في حق الانتفاع بالنسبه لغرب المنيا، كم عدد قطع الارض في غرب المنيا يا فندم؟ فعندنا قطعتين ارض، منطقه اسمها غرب المنيا. أيوة. ومنطقه تانية متكمله ليها اسمها امتداد غرب المنيا. ايوه. وفي المنطقتين دول عندنا 100,000 فدان مطروحين لحق الانتفاع. في اي مشكلات يا فندم بتقابلكم يعني مع هذا الطرح الجديد؟ هل في اي اجراءات او عقبات امام حضراتكم لاتمام كافه اجراءات التخصيص في المغره وغرب المنيا؟ لا، حاليا مفيش، لان احنا كان عندنا عقبات قبل كده، وكان من اهمها وضع اليد العشوائي. وضع اليد العشوائي، فده كان بالنسبه لنا مشكله، ان احنا بننزل على الخرائط وننزل على الطبيعه نلاقي الوضع مختلف. طب وعملتوا عملتوا ايه؟ تصدينا اليها، وعملنا واعلنا عن تقنين وضع اليد للناس بحدود وشروط محدده، طبعا تكون زارع وعنده مصدر ميه وما الى ذلك. وتقدم الينا عدد كبير من الناس، نزلنا عملنا مسح جغرافي للاراضي الوضع اليد، ودخلناها لجنه التقنين وتعاقدنا مع بعض الوضع اليد، وبالتالي حصرناهم. فوجئنا ان في بعض الناس كانت يعني للاسف مستنيه شويه، لم تتقدم ومستنيين يشوفوا الموضوع هيبقى جد ولا مش جد. الفصل فيه فنم؟ يعني عايزين يشوفوا الفصل في المشروع النتيجه ايه؟ لما لقوا ان احنا اللجنه نزلت بعد شهرين من الاعلان وعملت المسح الزراعي على مدى مسح الرفع المساحي على مدى قرابه السبع ثمان اسابيع، وتم محاضره لجان اتعملت وتم توقيع عقود مع بدء توقيع العقود مع وضع اليد، فوجئنا ان في مجموعه جديده طلبت التماس ان هم كمان يخشوا. وبالتالي خدنا قرار مع مجلس الاداره ان احنا نفتح لجنه استثنائيه عشان نقدر ندخل فيهم باقي وضع اليد، وان شاء الله. وفعلا تقدم الينا اعداد كبيره من المنيا ومن المغرى وبعض الاماكن الاخرى، واللجنه الاستثنائيه هتبدا عملها ان شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. شكرا جزيلا المهندس عاطر حنوره رئيس مجلس اداره شركه تنميه الريف المصري الجديد، شكرا لحضرتك. فاصل، وبعد الفاصل نستكمل اهم الاخبار مع حضراتكم النهارده، خليكم معانا.